ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا بدرس جديد طلاب الصف الثاني متوسط، المنهج الجديد قراءة القصة لجاد وجوني، ستوري تايم جاد وجوني، A Tour of London. هنا راح نقرأ القصة ونشرحها بالتفاصيل ونتعلم المعاني مالتها ونترجمها، وبعدها إن شاء الله نأخذ الأسئلة المهمة وأيضا نرجع نحلها بإذن الله. فمثل ما قلنا الطبعة الجديدة جاد وجوني A Tour of London، هذا عنوان القصة الستوري تايم جاد and جوني A Tour of London. هنا عندنا يقول listen read and find out، عندنا ثلاث أسئلة: who is telling the story، من الذي يخبر القصة أو من الذي يروي القصة. والسؤال الثاني where are جاد and جوني، أين هما جاد وجوني حاليا. السؤال الثالث يقول why do people laugh at جوني، لماذا كانت الناس تضحك على جوني؟ طبعا خلال قراءتنا للأسئلة راح نقدر نجاوب، يعني خلال قراءتنا للقطعة والقصة راح نقدر نجاوب على هذه الأسئلة إن شاء الله. فهسه إن شاء الله راح نبلش بالقراءة ونشوف شنو أحداث هذه القصة. نبدأ هنا. يقول the train journey رحلة القطار from my village من قريتي to London إلى لندن took a long time استغرقت وقتا طويلا I tried to read my book حاولت أن أقرأ كتابي but I was too excited ولكنني كنت جدا متحمس، كان فرحان جدا لأنه متجه إلى لندن. I still couldn't believe، أنا ما زلت لا أصدق، couldn't believe لا أصدق that I was one، بأنني كنت واحدا of the winners، واحدا من الفائزين winners of the competition في المسابقة. طبعا هنا ما يتكلم عن المسابقة وإنما يعني نفهم من الأحداث أنه كان هنالك مسابقة وجاد، وبعدين راح نشوف جوني أيضا وأصدقائهم لاحقا راح نشوف ان هم كانوا فائزين بهذه المسابقة اللي احنا ما نعرف التفاصيل مالتها. فعن طريق هذه يعني ربحهم لهذه المسابقة حصلوا على جولة سياحية حاليا في لندن، وبعدين راح نشوف في دول او مدن اخرى. نكمل. The train arrived in London، وصل القطار الى لندن. And I walked to the hostel، وأنا مشيت إلى الفندق hostel. When I found my room، عندما وجدت غرفتي. There was another boy there، كان هنالك ولد آخر هناك. يعني قلنا من وصلت الفندق ووصلت المكان مالتي وجدت أن هنالك شخص آخر أو ولد آخر. Hi I am Jad، فجاد يعرف عن نفسه. Hi مرحبا أنا اسمي جاد. He said هو قال I am from Iraq، أنا من العراق. Nice to meet you جاد. I am Johnny، فهنا أيضا جوني رد عليه قل له Nice to meet you، سعدت بلقائك، أنا اسمي جوني. Are you a reporter too، هل أنت مراسل أيضا. I asked، أنا سألت منه، يعني جوني سأل جاد. No I am a photographer، he replied. لا أنا كلا أنا مصور، هو رد علي أو هو جاوب. He replied يعني هو رد. We started to talk about the road trip، يقول بدأنا نتحدث حول الرحلة اللي قضيناها في الطريق road trip. Jad was just as excited as me، جاد كان متحمسا مثلي، يعني كان كلش متحمس لهذه الرحلة. I love traveling and seeing new places، he said. يعني طبعا جاد هنا يقول أنا أحب السفر. I love traveling and seeing new places، ورؤية الأماكن الجديدة. He said هو قال. Me too I replied. Me too وأنا أيضا، يعني أنا رددت. هذا منه جوني. We were becoming friends، بدأنا يقول نصبح أصدقاء. We were becoming friends يعني بدأنا نصير أصدقاء، فواحد يعني شنو نقول يعجب بالثاني. Let's go out and explore London now suggested جاد. هنا طبعا جاد يعني صار لهم جالسين في الفندق لمدة ساعتين ثلاث أكثر،
فهنا نشوف انه جاد يقترح يقول ليتس جو اوت اند اكسبلور لندن ناو، قالوا لي خلينا نطلع خارجا، نذهب خارجا ونستكشف انحاء لندن. سجستد جاد، اقترح جاد ميبي، هذا منو هسه راح يرد عليه، راح يرد عليه جوني، ميبي وي شود ويت فور ذا اذرز، ربما يجب علينا انتظار الاخرين. ميبي ربما، وي شود ويت يجب ان ننتظر، فور ذا اذرز ان ننتظر الاخرين. I said أنا قلت I was nervous، لقد كنت متوترا. London seemed so big، لندن بدت كبيرة جدا، يعني هو كان يتعذر أنه خلينا ننتظر الآخرين لأنه هو كان نوعا ما متوتر أو خايف أنه يخرج إلى لندن، ويعني إلى شوارع لندن لوحده، لأنه لندن مثل ما نشوف seemed too big أو so big، لأنه لندن تبدو كبيرة جدا. But I have been in this hostel for 3 hours. It's really boring, he said. فهنا جاد يرد عليه يقول له ولكنني صار لي يعني 3 ساعات بهذا الفندق، يعني أنا بدأت أشعر بالملل. It's really boring. أنا بدأت أشعر بالملل. He said. هو قال. Why don't we do a tour? لماذا لا نقوم بجولة؟ Why don't we do a tour? هنا يقترح عليه، يقترح عليه اقتراح ثاني، يقول ليش ما نطلع في جولة، تور جولة. Then we can see all the famous things in the city، ثم عندها نستطيع أن نرى all the famous things، كل الأشياء المشهورة in the city، في المدينة. We left the hostel and walked to the center of London، يقول غادرنا الفندق. We left the hostel، غادرنا الفندق. And walked، ومشينا. To the center of London، إلى مركز لندن. There were so many tours، كان هنالك الكثير من الجولات السياحية، يعني حسب وسيلة النقل، كانت الجولات السياحية تختلف حسب وسيلة النقل. فيقول there were so many tours، bike tours، جولات سياحية على الدراجات الهوائية، bus tours، جولات بالباصات، walking tours، وحتى جولات على الأقدام، مشي على الأقدام. There was even a scooter tour، حتى كان هناك يعني جولات باستخدام السكوتر اللي هي مثل الدراجة، شبه الدراجة. Then ثم بعد ذلك we saw a yellow minibus، رأينا باص صغير، مينيباص لونه أصفر. And a sign، وهنالك كان علامة. And a sign that said، a sign that said، وعلامة أو مكتوب عليها duck tours، duck tours جولة سياحية. طبعا كلمة duck هنا يعني أغلب الطلاب يعرفوها، معناها كلمة بطة، البطة، يعني جولة سياحية البطة، بين قوسين خلينا نقول اسمها البطة. هسه لاحقا راح نشوف ليش سماها البطة تحديدا، لأنه بيها يعني بيها معنى وبيها فكرة. The London tour with difference، مكتوب على يعني على اللوحة duck tours جولة سياحية البطة، the London tour جولة سياحية في لندن with a difference ولكن مختلفة، هذا مثل الإعلان على الباص. This one looks good said Jad، هذه يعني هذه الجولة تبدو جيدة، قال جاد. Let's buy tickets، لنشتري التذاكر. هنا طبعا جاد جوني ما مقتنع، يقول I wonder، أنا أتساءل what's different about it، شنو الشيء المختلف حول هاي يعني هاي الجولة السياحية، ليش اختارينا هذا، وليش الإعلان يقول إنه هي جولة سياحية مختلفة. I said، أنا قلت. نكمل بالصفحة الثانية. Our seats، يقول our seats مقاعدنا، were next to the window، كانت بجانب الشباك. And we saw lots of interesting things، وشاهدنا الكثير من الأشياء الجميلة والممتعة. Lots of interesting things as the minibus drove through London busy street، يقول بينما كان الباص يمشي في شوارع لندن المزدحمة. Through London's busy streets، يعني شوارع لندن المزدحمة.
there were كان هنالك very tall buildings كان هنالك مباني عالية جدا يعني مباني كل الشاهقة expensive shops محلات غالية يعني محلات نايل فخمة and people وكان هناك الناس in strange clothes يرتدون ملابس غريبة يعني ومختلفة تختلف عن ما نعرفه then عندها بعد ذلك something very strange happened شيء غريب جدا حصل something شيء ما very strange غريب جدا happened حصل the minibus شنو الشيء الغريب the minibus الباص الصغير turned off انحرف مساره يعني ده شنو قلنا احنا بالعاميه استدار turned off انحرف عن مساره turned off the road يعني ترك الشارع او ترك الطريق and started وبدأ driving towards the river Thames وبدأ يقود السيارة نحو نهر التيمز يعني بدأ انه يقف في الشارع وبدأ يعني وكأنما الباص متجه الى ايش متجه الى النهر طبعا نهر التيمز اللي هو موجود في لندن فهنا طبعا جون يبدأ بالقلق يقول له جاد what's going on I asked يقول انا سألته ما الذي يحصل but جاد did not know either ولكن جاد لم يكن يعرف ايضا excuse me I said يعني عفوا انا قلت to the driver للسائق but ولكن he just smiled ولكنه بقي مبتسما يقول بس ده يعني نظر الي وابتسم excuse me هنا بديت اصرخ بدا صوتي يعلى يقول I shouted بدأت اصرخ this time في هذه المرة But, ولكن, the driver just kept on smiling. ولكن السائق كان مستمر فقط أنه ينظر إلي ويبتسم. And driving into the river. وظل يمشي أو يتجه يذهب باتجاه النهر. هنا هذه الأحرف هنا نلاحظ أنه جوني بدأ يصرخ. بدأ يصرخ. Stop. هنا شوف كلها كابيتال هذه كابيتال على إشارة على أنه هي صرخ يعني صيح بصوت عالي stop I cried صرخت بصوت عالي but ولكن when the minibus عندما الباص went into the river عندما دخل الباص إلى الماء أو إلى النهر it did not sink لم يغرق it did not sink لم يغرق instead ولكن عوضا عن ذلك instead عوضا عن ذلك it floated ولكنه طفى بدأ يطفو floated يعني يطفو the minibus turned into a boat تحول الباص إلى قارب the minibus turned into a boat تحول إلى قارب طبعا من هنا نعرف أنه ليش سماها الجولة السياحية بالبطة لأنه نحن نعرف حيوان البط أو طائر البط هو قادر على أن يمشي على اليابسة وبنفس الوقت قادر على أن يسبح في الماء فلهذا السبب سماها الجولة مالته بالبطة duck the driver laughed at me السائق ضحك علي the driver laughed at me and so did the other passengers ضحك السائق علي وكذلك فعل الركاب الآخرين And so did, وكذلك فعلوا the other passengers, الركاب الآخرين. I felt silly. شعرت بالخجل أو شعرت بالإيش بالإحراج. I felt silly, but ولكن I laughed too. ولكنني ضحكت أيضا. يعني حتى يعني إنه مات إن شاء الله إنه ضحك على نفسه هو أيضا. Our tour went along the river. يقول يعني الجولة مالتنا مشت على طول النهر went along ذهبت على طول سارت على طول النهر and we saw ورأينا some famous tourist attractions and we saw رأينا some famous بعض الأماكن المشهورة tourist attractions يعني الأماكن السياحية المشهورة tourist attractions like مثل Big Ben يعني ساعة Big Ben and Saint Paul's Cathedral وكنيسة سينت بول القسيس بول كاثيدرال جاد took lots of photographs جاد خلال الرحلة كان يلتقط الكثير من الصور and I started writing
about our tour. وأنا بدأت أكتب started بدأت بالكتابة حول جولتنا السياحية. Then بعد ذلك as we reached a bridge عندما وصلنا إلى جسر bridge جسر هاي كلمة bridge جسر the boat slowed down بدأ القارب بالتباطؤ بدأ يبطأ slowed down يعني بدأ يخفف من سرعته. I did not know what was happening يقول أنا لم أكن أعرف I didn't know what was happening لم أكن أعرف ما الذي يحصل. I've seen this on TV said Jad قال له أنا لقد رأيت هذا المشهد رأيته على التلفاز. I have seen this on TV said Jad. This is Tower Bridge هذا جسر البرج أو يعني هو عندهم تسمية يسمونه Tower Bridge يعني ترجمته الحرفية تجي معنى جسر البرج Tower Bridge Bridge جسر ولكن هو اسم لهذا الجسر اللي هسه راح نشوف صورته. This is Tower Bridge. Everyone watched. يقول الجميع كان يشاهد. Everyone watched. Part of the bridge. جزء من الجسر lifted up. كان يرتفع. طبعا اللي يقصد بينه الجسر هو هذا تحديدا هذه الصورة. انه كيف هذا الجسر يسمونه Tower Bridge. وكيف هذا الجسر من تدخل من جوات السفن أو القوارب ينفتح إلى الأعلى حتى تمر السفن من تحته. فيقول part of the bridge lifted up بدأ يرتفع and made space for boats to go through وترك مكانا made space ويعني جعل أو كون مكان for boats للقوارب to go through حتى تعبر. That's so cool I said يا يعني كلش هذا الشيء كلش حلو. That's so cool I said هذا شيء جميل أنا قلت. After 2 hours بعد ساعتين the tour finished انتهت الجولة السياحية مالتنا. Now our boat is a bus again والآن القارب مالتنا رجع باص مرة ثانية يعني رجع إلى اليابسة فرجع مثل ما كان باص. I laughed أنا ضحكت. I opened the door and stepped out يقول أنا فتحت باب الباص. Opened the door and stepped out وخطيت يعني وضعت قدمي خارجا. Stepped out يعني أخرج من الباص. Johnny stop shouted Jad. Johnny stop يعني قال جوني وقف. Shouted Jad صرخ علي Jad. But ولكن he was too late لقد كان متأخرا جدا. It was the wrong door. لقد كان الباب الخطأ. يعني هو فتح الباب الخطأ. المفروض يفتح الباب اللي على اليابسة. هو فتح الباب اللي على الماء. And I was standing in the river. وأنا كنت الآن واقفا في النهر. يعني هو وقع مثل ما قلنا فتح الباب الخطأ في اللي يطل على النهر. The water الماء reached up وصل إلى to my knees وصل إلى ركبي. Knees اللي هي الركبة. Oh no I shouted. Oh يا إلهي I shouted. Before Jad helped me يقول قبل ما يساعدني Jad he took out his camera أخرج كاميرته and took a photograph وأخذ له صورة يعني أخذ لي صورة بهذا الموقف المضحك. فهنا طبعا جادي يعني يضحك معاه ومثل ما يقول يمزح معاه ويقول له That's my favorite photograph of the day قال له هذه أفضل صورة أو صورتي المفضلة لهذه اليوم. He laughed هو ضحك علي. At least فهنا أيضا جوني يتكلم يقول At least على الأقل I have got something funny to write about قال له أنا حاليا على الأقل صار أكو شيء فد شيء مضحك راح أكتب عنه في مقالتي about to write about in my article I said أنا قلت and I laughed too وأنا أيضا ضحكت. فنشوف أنه الأجواء يعني القصة كانت أجواء مرحة وخفيفة يعني حتى المواقف اللي تعرض لها جوني بالرغم من أنه كانت مواقف محرجة ولكنه لم يكن محرج على الإطلاق ولم يكن حزينا على الإطلاق بالعكس كان يعني أخذها مثل ما نقول بروح رياضية وضحك ومشت الأمور بصورة طبيعية. فهسه راح
هسه نحن طبعا هاي الاسئله مال الجوله السياحيه في لندن مال جاد وجوني، نجي على الاسئله مالتها اللي موجوده سواء كتاب الملون او كتاب النشاط. عندنا هاي المجموعه من الاسئله راح نقراها ايضا ونحاول ونحلها ايضا. فالسؤال الاول يقول: Who is telling the story؟ من الذي كان يروي القصه؟ احنا شفنا انه من خلال الاحداث اللي قريناها قبل شويه شفنا انه هو طبعا جوني هو الذي كان يروي القصه. جوني هو لانه كان من يتكلم دائما يقول اي يعني يرمز الى نفسه. اذا جوني هو الذي كان يروي القصه. هو از تيلينج ذا ستوري، فنقول جوني از تيلينج ذا ستوري. هذا السؤال طبعا طلاب لا تنسون انه ممكن يجيكم كصح وخطا، ممكن يجيكم كفراغات، يعني لا تعتمدون فقط انه المدرس لازم يجيب لك بهالصيغه، يعني ممكن يقول لك فراغ از تيلينج ذا ستوري، منو فراغ يعمل لك اياه على شكل فراغ، او مثلا يعطيك اختيارين جاد وجوني يعني ينطيكيهم خيارات is telling the story، فانت لازم على يعني لازم تعرف انه تختار جوني، او ينطيك صح وخطا true false، يقول لك مثلا جاد is telling the story صح لو غلط فانت تقول له false، او بالعكس جوني is telling the story true ولا false فانت اكيد راح تقول له true. فانتم دائما يعني هي تركزون على المعلومه، لا تركزون على نوعيه السؤال تحديدا، يعني على شكل السؤال، ركزوا على المعلومه اكثر. السؤال الثاني يقول: Where are Jad and Johnny؟ أين هما جاد وجوني حاليا؟ Where are؟ لأنه استخدم are يعني مضارع، أين هما الآن؟ طبعا الجواب أكيد in London، في لندن. Why don't people laugh why do people laugh at Johnny؟ يقول ليش الناس كانت تضحك على جوني أو ليش ضحكت علينا؟ لأنه يقول because he was so scared that the bus would sink، لأنه كان خائف جدا من أن الباص سيغرق، بأن الباص راح يغرق، وشفنا أنه شلون بدأ يصرخ ومثل ما نقول يصيح، ولكن بالأخير هو طلع أصلا الباص هو قادر على أن يطفو على الماء ويمشي على الشارع، فلهذا السبب كل الناس ضحكت عليه لأنه كان خائف جدا وبدأ بالصراخ. السؤال الرابع يقول: What are Jad and Johnny in London؟ العفو why؟ Why are Jad and Johnny in London؟ لماذا جاد وجوني في لندن؟ يعني هم ليش جو هنا؟ طبعا قلنا they are having a tour there، هم يقومون بجولة هناك because بسبب they have won in a competition، لأنهم ربحوا في مسابقة. because they have won in a competition، لأنهم ربحوا في مسابقة. السؤال الخامس يقول: what do the new friends decide to do؟ what do the new friends decide to do، ما الذي قرر فعله الأصدقاء؟ يعني ذوي الصديقين جاد وجوني شنو اللي قرروا يسووه؟ طبعا شفنا أنه they decide to take a tour around London in a minibus، هم قرروا أن يسوون جولة سياحية في لندن باستخدام المينيباص اللي هو الباص الصغير. السؤال السادس يقول: why is the duck tour special؟ قلنا ليش هاي الجولة كانت اللي هي سميناها جولة البطة duck، ليش كانت مميزة؟ شنو المميز بيها؟ طبعا قلنا because the minibus، لأنه الباص كان بي بوث، ممكن أن يكون يعني كلاهما، من أن يكون يعني شغلتين a bus and a boat، يعني الباص كان ممكن يصير باص وممكن بنفس الوقت يصير قارب، يعني قادر. ليش كانت هاي الجولة مميزة؟ لأنه ممكن ناخذها يعني لو نجاوب بطريقه اخرى انه يعني وبمعنى اخر انه راح تفتلك ارجاء لندن سواء على اليابسه ولا على الماي، فانت يعني اكيد راح تكون هاي شغله مميزه. السؤال السابع يقول: what were the two embarrassing things، ما هما الشيئين، what were، ما هما الشيئان المحرجان او المخجلان embarrassing things that happened to Johnny during the tour، الذي حصل لجوني خلال الجولة، شنو الشغلات المحرجة اللي صارت وياه؟ firstly أولا when he cried loudly، عندما صرخ بصوت عالي thinking مفكرا أو يعتقد that the bus would sink in the river، كان معتقد أن الباص راح يغرق في النهر. and secondly أما الحادث الثاني when he opened the wrong door and fell into the river، عندما فتح الباب الخطأ مال الباص وسقط في الماء أو في النهر، فهذول كانوا الحادثين المضحكين أو المحرجين اللي حصلوا مع جوني.
السؤال الثامن والأخير يقول: Why wasn't Johnny embarrassed؟ ليش جوني لم يكن محرج بالرغم من كل الحوادث المحرجة اللي حصلت معانه؟ Because طبعا راح نقول because he thought لأنه كان يعتقد أو يظن that he had got something بأنه حصل على شيء ما بعد كل شيء أنه حصل على فد أحداث معينة أو شغلات معينة شغلات مضحكة to write about in his article شغلات مضحكة ومفيدة يعني شغلات تساعده على أقل تقدير على أنه يكتب في يعني يكتب أشياء في مقالته اللي كان مكلف فيها. إلى هنا طبعا تنتهي قصة جاد وجوني. أتمنى إن شاء الله تكونوا افتهمتم عليها ويا رب التوفيق لكم جميعا. وما لا تنسون أيضا دائما أقول فعل الاشتراك يعني اشترك بالقناة سوي لايك متابعة الدعم مهم جدا حتى نستمر إن شاء الله. وتحياتي لكم يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.